مرحبا أعزائي الطلبة، كيف حالكم؟ سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف الميم. هكذا يكون شكل حرف الميم. سوف أقوم الآن بقراءة كلمات يوجد فيها حرف الميم. ما ما مدرسة مدرسة. مي 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 مقص. مفتاح. منزل. سوف تقومون أعزائي الطلبة في هذه اللعبة بتلوين المنزل بألوانكم المفضلة. موز. مفتاح. هل رأيتم أعزائي الطلبة حرف الميم؟ سوف أقوم الآن بقراءة هذه القصة الجديدة. القصة الجميلة عن حرف الميم. أريد منكم الانتباه إلى الكلمات التي يوجد فيها حرف الميم. ذهب مازن مع والده إلى محل الفاكهة. اشترى مانجو وموزا ومشمشا. هل رأيتم أعزائي الطلبة حرف الميم؟ أريد منكم أن تكونوا طلابا مفكرين ومتطلعون وتنتبهوا إلى الكلمات التي يوجد فيها حرف الميم. هنا في ورقة العمل هذه سوف تقومون أعزائي الطلبة بتلوين حرف الميم، ومن ثم تلوين الموز الذي يبدأ بحرف الميم. وتذكروا جيدا كما أخذنا في وحدة من نحن أن الموز هو من الأكل الصحي. موز. سوف تقومون أيضاً بتتبع النقاط لكتابة حرف الميم. هنا أريد منكم أن تكونوا طلاباً مفكرين ومتأملين ومتسائلين. ما هي من هذه الصور، ما هي الكلمات التي يوجد فيها حرف الميم؟ انتبهوا جيداً. تين. لا يوجد فيها حرف الميم. مقص. نعم، مقص يوجد فيها حرف الميم. ماذا يوجد أيضا؟ موز. نعم، موز يوجد في هذه الكلمة حرف الميم. فكروا ماذا يوجد أيضا؟ مفتاح. مفتاح يوجد حرف الميم في كلمة مفتاح. ملعقة. ملعقة يوجد أيضا فيها حرف الميم. انتبهوا أيضا إلى كلمة سمكة. سمكة هنا حرف الميم في وسط الكلمة. إذن هذه هي الكلمات التي يوجد فيها حرف الميم. وسوف نتحدث في هذه الوحدة أيضا عن الحواس الخمسة، مثل حاسة النظر وحاسة السمع وحاسة التذوق وحاسة الشم وحاسة اللمس. إذن هذا كل ما لدينا عن حرف الميم. شكرا لكم أعزائي الطلبة، وإلى اللقاء في حرف جديد. شكرا لكم.